45 سنة ودولة مجندة إعلامها ودبلوماسيتها وأموالها فقط باش تعكس المغرب. هي الفكرة شوية حمقية إلا سمعتيها، ودولة بعقلها ما كديرهاش، لكن هذا واقع. منين عقلت على راسي وهما غير المغرب المغرب المغرب، وكان كيجيب لي الله أنا المغرب بحال داك الإنسان اللي كبير بعقله وكيقول عليهم دابا يكبروا ويديروا عقلهم. وكنت فاش كنشوف القنوات الرسمية المغربية كان كيتذكر اسم هاد الدولة فقط الوقت اللي كتكون شي حاجة عندها علاقة مع البوليزاريو في الأمم المتحدة. عمري عقلت على التلفازات المغربية كدير برامج خاصة باش تسب الجزائر أو تتكلم في مشاكلها الداخلية. لهذا كتلقى أن أغلبية المغاربة كيشوفوهم أشقاء وإخوة، بينما العكس تماما كيوقع عند الجارة. من النهار بدا الإنترنت في الظهور وأنا كندخل نتسارى في المواقع ديالهم ما يمكنش ما نلقاش مواضيع يوميا كتسب المغرب وكتلصق به التهم، مرة العمالة مرة الحشيش مرة الظاهرة. حتى ولا أغلبية الشعب تشبع بهادشي، فكتلقاهم في المواقع حافظين نفس المحفوظات وكيكروها بدون خجل. تتكلم في الاقتصاد يجاوبوك بالظاهرة، تكلم في السياسة يجاوبك بالركوع لغير الله، تكلم في التاريخ يقولك الحشيش. عمرك تلقى شي حد يجاوبك في الموضوع ويرد عليك بالحجاج مثلا، والدليل غادي تشوفوا التعليقات اللي تحت من بعد. لا خصهم يسلكوا دائما الحل السهل ويسبوا هذا جهدهم. واليوم بداو شوية ديال المغاربة يعرفوا حقيقة هذا النظام واللي تابعينه، وبداو يردوا عليهم من بعد 45 سنة صمت. وسيلتهم الوحيدة هي السوشيال ميديا وماشي حتى القنوات الرسمية. فالإعلام الرسمي ثاني ديال الجارة تقلق وقال لك سيدي المغرب داير حملة للتهجم على الجزائر. المهم حنا يلاه بدينا ونبغيكم تصبروا معنا شويه كما صبرنا معكم هذه 45 سنه. فخلينا اليوم نردوا عليهم داكشي اللي كيعايروا المغاربه به، لانه على ما يبدو ما عارفينش اش واقع في بلادهم. واظن وصل الوقت واصبح من واجبنا كجيران نحلوا لهم عينيهم ونوريهم اللي ما كيعرفوش على بلادهم باش يبقاو ينظفوا قدام باب دارهم قبل ما يشوفوا ديور جيرانهم. كتركوا الملك وانتم كفار كتشركوا بالله، هاد الجمله ما يمكنش ما تشوفهاش في شي تعليق ديال شي جزائري كيرد على شي مغربي. حتى ولات موال كنسمعوا من ضمن موال اللي كتكرر. حنا المغاربه عندنا تحيه اللي هي تقليد وعرف قديم جدا باش كنسلموا على ملوكنا، وباش ما ندخلش بزاف في الفتاوي الدينيه ديال الفقهاء اللي كما كان الحال البشر يقدروا يصيبوا ويقدروا يخطئوا، واللي فيهم اللي كيشوفها مكروهه واللي فيهم كيشوفها محرمه واللي فيهم بحالي كيشوفها فقط تحيه لا اقل ولا اكثر، واللي فيهم جزائريين طبعا اللي كيشوفوها شرك والعياذ بالله وكيبانوا لهم المغاربه كفار مشركين وعبيد لغير الله وكلهم بدون استثناء. ولان الدين ايسر وابسط في باب الاعمال، في الدين قائم على النيه. وانت كتقدم تحيه للشخص اللي قدام كيف ما كان وضعه كتقدمها ليه وانت فنيتك انك كتعبدو وكتشوفو اله، او لا كتنهاني وانت بنيتك فقط تقديم تحيه لان العرف والتقليد استوجب ذلك. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وربي كيحاسبنا على اللي في قلوبنا، لكم الظاهر ولنا اجر ما في الصدور. لكن نمشي معكم ابعد ونعتبر الخرطي ديالكم صحيح. مش حال هو عدد الناس من المغاربه اللي كيتقدموا للسلام على الملك؟ 100,000 100,000 مليون؟ نعتبره مليون واخا هاد العدد مبالغه فيه بزاف، لكن ماشي مشكله. نعتبره مليون ديال الناس سلموا على الملك وانتم كتعتبروهم كفار وكتسبقوا ربي سبحانه وتعالى وكتحاسبوا المغاربه كاملين لانكم شعب الله المختار وخارج من عندكم الانبياء والرسل. نخليو دابا المغرب جانبا، اجي نشوفوكم انتم ونعاملوكم بنفس المنطق. تخيل انا شعب من النهار كيبدا يقرا هو كيقسم بغير الله، وتخيل كل واحد شحال كيكررها من مره في حياته. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات، وماشي غير كيقسم بغير الله، لا كيزيد ياكد عليها ويشهد الناس على ذلك، كيقول لهم فشهدوا 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 ثلاث مرات. يعني ما كاينش جزائري عاش في الجزائر وكبر في الجزائر ما كيمارش الشرك بالله حسب المنطق ديالو اللي كيحاسبوا المغاربه به. واذا كانوا المغاربه فئه قليله منهم اللي كتحيي الملك بديك الطريقه كتعتبرهم انتم مشركين بالله وكيشتري غير الله، فانتم راه الشعب كامل واقع في الشرك كما انتم كتفهموا او كما فهموه لكم. تسميها غباء، تسميها جهل، تسميها قلة دين، تسميها اللي بغيتي، ولكن هذا تفكيرك انت. الناس عندها فراس عقل وانت اللي كتفكر هكا عندك فراس كومه ديال القش. فحتى هاد التحيه اللي مسميها انت ركوع راه اختلفوا فيها العلماء من بين انها مكروهه ومحرمه، لكن القسم بغير الله ما اختلفوش عليه، كلهم قالوا انه شرك بالله. الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يكون هذا الا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله تبارك وتعالى حرمها فيما بعد لأنها تؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، لأن
الناس في الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين حينما يحلف أحد بمحلوف لديه ما يحلف بشيء حقير عنده، وإنما يحلف بشيء عظيم. فحينما يحلف أحدهم بشيء عظيم وأين منزلة رب العالمين في نفس هذا الإنسان؟ فمعنى ذلك أنه حينما حلف بغير الله نسي خالق هذا الغير وخالق الناس جميعا. حلف بغير الله، وقد ابتلي كثير من الناس به، إن كثير من الناس يحلف بغير الله عز وجل، إما بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإما بالشرف، وإما بالكعبة، وإما بالوالدين، وإما برأس فلان أو حياة فلان. هذا كله لا يجوز، هذا حرام، هذا من الشرك بالله عز وجل. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا، قال من حلف بغير الله فقد أشرك، في حديث قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. لاحظتوا أن المغاربة عمرهم ما يعرفون بها، لأنهم ناس واعية عندها عقل وفكر، ولأنهم ما قراوش هادشي في مقرراتهم المدرسية بحالكم. المغرب دولة مؤامرات. هذه اللي كتشوفوا قدامكم هي وثيقة أمريكية رفعت عليها وزارة الخارجية الأمريكية السرية ونشرتها من بعد. غادي نخليها لكم في أول تعليق اللي بغا يطلع عليها. الوثيقة هي رسالة مرسلة من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كاسانجر، منقولة عن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، كيطلب فيها الحسن الثاني من الإدارة الأمريكية حماية بومدين من جمال عبد الناصر اللي كان كيهيئ الانقلاب عليه بمساعدة حليفه القذافي، اللي ما كانوش راضيين على الانقلاب اللي دار بومدين على بن بلة. بن بلة اللي كان صبي عند عبد الناصر كما هو معروف، وكينفذ كل ما يطلبوا منه، وكان استراتيجي لمصر. وهذا الشيء كان سنة 1970 قبل ما يولي بومدين نفسه أدى الطيعة في يد جمال عبد الناصر بعدها ليتقي شره، لدرجة يوم زيارة عبد الناصر له في الجزائر كما كتشوف في الصورة الفحلو المعروف بالنيف خلى الرئيس المصري في السيارة ونزل هو كيخوي له الطريق كما كيدير أي شيات مع سيده. كونوا هذه المجموعة تحالف ضد المغرب مع القذافي. في الجانب الآخر هذا اللي كتشوفوا في الصورة الفينيزويلي إليتشي راميريز شانشيز والمعروف بلقب كارلوس تشاكال أو التالب، وكان أشهر إرهابي مأجور في العالم، وقام بمجموعة من العمليات الإرهابية اللي غادي نرجعوا لوحدة من أهمها من بعد. المهم كارلوس أسيدي واللي الآن في السجن ومحكوم بعدد من المؤبدات في فرنسا صدر في 2017 كتاب عبارة عن سيرة ذاتية دياله العالم كما يراه كارلوس للكاتب الفرنسي لازولو ليزيسكاي اللي كان كيزورو في السجن. كشف كارلوس الإرهابي عن الصداقة اللي كانت كتجمعه بالهواري بومدين اللي كان أهم داعمه. قال كارلوس أنه خطط مع صالح حجاب قائد المفوضية المركزية في الجزائر، وبمناسبة صالح حجاب هذا اللي وصفه الكاتب الفرنسي بأنه كان قاطع طريق سابقا وقاتل مأجور في عهد نظام هواري بومدين، وخلي خيالك يفكر في بوخروبة شكون عشرانو وصحابو باش تعرف هذا النظام كيداير. قال تخططوا لعملية الاغتيال بعد التنسيق مع عامل داخل الأراضي المغربية، وللأسف هذا العامل كان هو الجنرال أحمد الدليمي اللي غادي يمدهم بتحركات الملك الراحل رحمة الله عليه، وأرسلوا مجموعتين منفصلتين إلى المملكة المغربية لتنفيذ العملية. كتكون كل مجموعة من 4 أشخاص لكن من دون أن تعرف كل مجموعة بوجود الأخرى. وكيخلص الكتاب العالم كما يراه كارلوس إلى أن فشل خطة اغتيال الحسن الثاني رحمه الله ترجع إلى عاملين أساسيين، أولهما وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي أوعز إلى كارلوس تنفيذ المهمة، والثاني إقالة شادلي بن جديد لرجال الأمن التابعين لهواري بومدين بعد وفاته، وهو موضع حد للتنسيق الأمني بينهم وبالتالي إلغاء الخطة بشكل نهائي. من بين أهم العمليات الإرهابية اللي نفذ كارلوس كانت اختطاف وزراء الأوبيك في سنة 1975 اللي كانوا مجتمعين في فيينا، واللي انتهت بتحريرهم في الجزائر من بعد ما اختار رائين في طائرة خطة اتجاه بلد صديقه بومدين أولا، وصل لهم وزيرهم من بعد انتقل بالطائرة لعند صديقه الثاني القذافي وصل له أمانته حتى هو ونزل الوزير ديالو تماك. وصلت الجزائر تميت الطائرة بالطائرة على طول، كنا ما نزلنا في قاعة أو شيء، هاي أول مرة. بعدين ردينا رحنا ليبيا. قعدت بالجزائر كثر يعني ساعات والله يمكن مدة معينة ما أتذكر كم ساعة بس بعدين قرر إنه يروح إلى ليبيا، رحنا ليبيا. قبلها ياكم رئيس جزائري، ياكم رئيس مخابرات جزائري، ما اعرف رئيس هذا المخابرات، بس اعرف وزير
النفط بلعيد عبد السلام اللي هو الجزائري نزله في الجزائر. نزل لان عامل اصدقاء. ايه نزله من بالجزائر صح. بعدين طلع من هناك رحنا الى ليبيا. ليبيا ان عبد السلام جلود كان رئيس وزراء ذاك الوقت. يصعد لكم طيارة. صعد وياهنا بالطيارة وتكلم وياهم وكذا وبعدين نزل. شنو المفاوضات بينه وبينه ما أدري ما أسمع عنه شيء بس نزل. ما نزل أحد من الوزراء السابق يعني وزراء النفط يتفاوض معاه. نزل عز الدين المبروك اللي هو وزير ليبيا. وزير ليبيا هذول الأصدقاء نزل هذا ونزل هذا كل واحد في بلعيد عبد السلام بالجزائر وهذا في ليبيا. وعاود رجع عند مبدير باش ينهي الاختطاف من بعد المفاوضات وملايين الدولارات اللي اتفق عليها ويكون آمن مطمئن القلب. بعدين راح إلى الجزائر مرة ثانية. بس الظاهر أثناء هالرحلات هذه والتوقفات كان يفاوض على مطالب معينة وهذا. فوصلوا إلى اتفاق وياهم على مبلغ معين كما يبدو. ما اجزم بالموضوع بس الظاهر هالشكل. ونشير هنا ان طيارته كانت بغات تنزل في تونس لكن تونس رفضت وطفت اضواء المدرج. بعدين اول راح الى تونس. تونس اغلقت الجو كانت هذه الممرات كانت مضيئة واختفت. حتى ما ينزل. ما خلوه ينزل. أما في الجزائر فكان في استقبال وزير خارجتها أنذاك عبد العزيز بوتفليقة واللي من الصور كيبان أن الرجلين كتجمعهم علاقة صداقة ابتسامة عريضة ومسك لي في التو كما كتعمل مع أعز أصدقائك. هذه القصة تعطيك فقط فكرة على هذا النظام ومع من كيتعامل قطاع الطرق المجرمين والإرهابيين واللي ما سلمتش منه حتى تونس بالمناسبة. الشادلي بن جديد الذي كان يكره بورقيبة لتقربه من المغرب ومع القدي في 1980 حاولوا يديروا انقلاب على الرئيس التونسي آنذاك واللي غادي تنطلق شرارته من قفصة حيت جندوا مجموعة من العملاء والخوانة ودربوهم في معسكرات بليبيا والجزائر وباسم القومية العربية كما الشعارات اللي كانوا كيرفعوا آنذاك. العملية بدأت من بداية السبعينات تحت إشراف بومدين والقدافي اللي بدأوا كيرتبوا لها ومن بعد وفاة بومدين كمل الشادلي المخطط. هذا الكوموندوس العامل كانت انطلاقة انقلابه من قفصة هجم على المدينة وعلى التكانات العسكرية اللي كانت فيها وتكانات الشرطة وسيطر عليها من بعد هجوم دموي تقتلوا فيه ناس كثيرة. لإشارة قائد الانقلابيين كان هو أحمد المرغني اللي دوز 5 شهور في معسكرات البوليزاريو واللي تدرب فيها على الأسلحة الخفيفة كما بين التحقيقات من بعد. مدة اللي سبقت التنفيذ كانت الأسلحة كتدخل من شاحنات من الجزائر ومن ليبيا وبتسهيل من مدير الأمن آنذاك زين العابدين بن علي اللي كان متفق معهم بسبب طموحه في الحكم. المحاولة الانقلاب اللي بشتوقع في قفصة في عام 80 اللي ولد تتسمى بحداث المرغني هو القائد الميداني بحكم لانه هو يعني من قفص الحركه هذه فهمت الهدف نتاعها الاساسي يخرجوا شيء يقلبوا نظام الحكم بحكم يعني السلاح اللي دخل فهمت القفص فهمت من سلاح كبير منهم الاربيزيه هذه والخلاشنكوف وقنابل يدويه دخلوهم ودخلوا خلصه. وقت اللي تلم السلاح وتخلي لتونس السلاح هبط القفصة وبعلم وقت فك الفترة هذيك زين العابدين بن علي هو مدير الأمن وعلى علاقة وطيدة مع معمر القذافي وهو أعطى التعليمات من الولاد أي شاحنة تدخل من الجزائر أو من ليبيا القفصة ما تفتش. المهم الوقت اللي طوقوا خوتنا وتحاصروا وعرفوا أن العملية فشلت طلبوا طائرة عسكرية وكما العادة العراب الثالث ديال هذا النظامين سفير كوبا باش يفكهم. كوبا اللي صنفها العلم آنذاك دولة إرهابية واللي كتدرب المجرمين باش تفهم درجة التشابك بين هذه الأنظمة كاسترو القذافي والعسكر الجزائري مرادف في هذا الإجرام مؤامرات قولا واحدا. فما بعض الجنود قاعدين بحذاهم قالوا لهم احنا نادوا جندي كلموه قالوا له تطلع تمشي الامر الفوج تقول له تجيب لنا مروحيه عسكريه طبيعة الحال وتجيبونا السفير تاع كوبا لان فما ياسر حوايج من الناس ياسر ما يعرفوهاش في الامور الباطنيه تاع السياسه تاعنا تاع العمليه تاع قفص لان داخله بها الجزائر معها ليبيا السفير تاع كوبا لان في دار كسر عنده علاقه قويه ياسر بالهواري بومدين ومعمر قذافي. العملية فشلت تونس حفظها الله من إجرام هذه الأنظمة والمغرب كما العادة وقف مع تونس ودعمها سياسيا وكان مستعد يدعمها عسكريا لو اقتضى الأمر. وحتى الحسن الثاني رحمه الله نهار اللي سولوا صحفي فرنسي عن أحداث قفصة وموقفه منها كان ردوه ماجستي سي لا تونيزي اتي ديستابيليزي ابري لي ايفينمون دو قفصة افيك لا مالادي دو بروميير مينيستر مسيو نويرا است كو لو ماروك سيري الور لو ديرنيير باي دو ماغريب دون لو كلان اوكسيدانتال. D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison ?
Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, الخلاصه الانظمه اللي عاش فكان في المؤامرات منذ ولادتها راه معروفه والتاريخ مدون عليها كلشي. ما وقرتو جيران، ما وقرتو شعبكم، فمهما تحاول تزوق راسها من برا وتلبس لباس الحكمه والمبادئ زوران، كنقول لها راه لباسك شفاف وكيبين كلشي. من الافضل تستري العوره ديالك وتحاولي تكتبي تاريخ جديد نظيف اللي ديري فيه قطيعه مع الماضي الموسخ ديالك، وتعترفي بجرائمك في حق الانسانيه. ربما انا ذاك تكسبي احترام الناس. اما حاليا فالتاريخ والمجتمع الدولي كيشوفوك فقط دوله مؤامرات بنظام عسكري استبدادي قتل شعبه وكيتامر على الجيران. لان المجموعه التي اتت الى قفصة هم شباب تونسيون ذهبوا الى ليبيا بقصد العمل اساسا، الا انهم وجدوا اعلاما يتغنى بالقوميه العربيه وبتحرير فلسطين وفاتح معسكرات للتدرب عن السلاح، فانخرطوا في تلك المعسكرات كرها أو برضا وأرسلوا فيما بعد إلى جبهات القتال في أوغندا وتشاد وجبهة البوليزاريو بالمغرب، وكذلك في الصاعقة في لبنان وجبهة التحرير الفلسطينية، إلى أن جاء الوقت اللي استحقوه المجموعة باش ينفذوا عملية قفصة. فهي يعني عملية قفصة أساسا كانت هزة قوية أربكت النظام البوركي وجعلته يستعجل الاستنجاد بالقوات الأجنبية أمريكا وفرنسا والمغرب. هناك بعض أطراف سياسية من وراء الأحداث سواء من الداخل أو من الخارج أو من الجوار بالأحرى، على كل من الجوار قولوا من الجوار أساسا ليبيا والجزائر بدأت تلقى النار. ثم شفنا سمعنا فما يعني أنا شخصيا سمعت شاب يجري ليبيا والجزائر احتلوا تونس. رجعت أنا في ذاكرتي بالمقابلة اللي صارت لي البارح، قلت أن المقابلة أكيد لها ارتباط بما يحدث في مدينة قفصة.